هذا القرآن كما ذكرت قبل قليل تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك لا يمكن أبدا أن تمتد إليه يد التبديل والتغيير والتحريف، بخلاف الكتب الأخرى حينما طلب الناس حفظها وكلهم الله جل وعلا أو وكل حفظ هذه الكتب إليهم فتبدلت، بدلوها، قال جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فحرفوا هذه الكتب. أما القرآن فالله جل وعلا تكفل بحفظه وضمن أن لا يأتيه شيء من التبديل والتحريف والتغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.